ونددت الهيئة العالمية للعلماء المسلمين برابطة العالم الإسلامي بتطاول الإعلام القطري على جملة من علماء الدين ومن بينهم أعضاء في هيئتها. وأصدرت الهيئة بيانا استنكرت فيه التطاول على علماء الأمة الإسلامية واتهامهم بالأوصاف المنافية للإيمان. وأكدت الهيئة أن الآلية الإعلامية المسخرة لخدمة التطرف تتولد عنها مثل هذه النماذج في تيه انسلاخها من أدب الإسلام في حفظ الدين واللسان.